بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الشهر المبارك شهر القرآن، سأشرح كتاب مناهل العرفان الإمام الزرقاني رحمه الله شرحا مختصرا، وأتجاوز فيه عن الترجيحات التي رجحها الإمام الزرقاني وعن دفع الشبه، لأنه أطال النفس في هذا الباب اختصارا للوقت. وهذا الشرح سيكون إن شاء الله مقدمة لكتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي. فذلك الكتاب عبارة عن موسوعة شاملة، وهذا الكتاب مختصر، فسأذكر الأبواب والمقاصد والضوابط والفوائد والحكم، يعني لا أخل إن شاء الله بمقصد الباب. وسبب هذا الشرح أن الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه قربة إلى الله جل جلاله، تعلم وتعليم كتاب الله. والسبب الثاني المهتمين بهذا العلم والمحبين له يكون فيه التيسير عليه. والسبب الثالث إذا سمعه إنسان لم يتعلم هذه العلوم يعلم أنه لا يجوز أن يأتي إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يأخذ آية ويتكلم بهذه الآية بحسب ما يفهم، لأن المفسر ينظر إلى الآية بغير ما ينظر إليها العامي. المفسر يأتي للآية فيقول: هذه الآية عامة، هل لها مخصص؟ هذه مطلقة، هل لها مقيد؟ هل هي ناسخة أم منسوخة؟ ينظر في إعرابها وصرفها وبلاغتها والفروق اللغوية، وهل فيها إبدال في حروف الجر؟ ينظر في قراءاتها، لأن في بعض القراءات العلماء استنبطوا أحكاما، هل هي من المحكم أم من المتشابه؟ هل هي من الظاهر أم من النص؟ هل هي مستقلة لا تفتقر إلى غيرها أم هي مفتقرة إلى غيرها في البيان من الحديث والقرآن؟ هل تحمل على الحقيقة؟ هل تحمل على المجاز؟ في أسباب نزولها مكية مدنية، في إذا تكلم عن العقيدة هل هو عالم بالأحكام العقلية؟ إذا تكلم في الفقه هل هو عالم بالفقه وبمراجعه وبأصول الفقه وأصول الحديث؟ إذا تكلم في السلوك هل هو يعلم طرق أهل السلوك في الترقي وتربية المريد؟ إلى غير ذلك من العلوم التي يستخدمها المفسر حتى يصل إلى المعنى المراد. علوم القرآن له مبادئ عشرة كغيره من العلوم، سأقتصر على بعضها اختصارا للوقت، وعندما نأتي إلى الإتقان سنشرح هذه المبادئ شرحا مفصلا. علوم القرآن مركب إضافي، علوم مفردها علم ومن كلمة قرآن، هذه لها مدلول وهذا له مدلول، هذه الكلمة مع هذه الكلمة صارتا علما على هذا العلم. علوم القرآن تعريفه علم يبحث في أحوال القرآن من حيث نزوله وناسخه ومنسوخه وترتيبه وجمعه إلى غير ذلك. ونسبة هذا العلم هو فرع من علوم من علم التفسير، وثمرة تعلم هذا العلم فهم كلام الله سبحانه وتعالى والبعد عن الزلل في الوصول إلى المراد. وواضع هذا العلم الإمام الحوفي رحمه الله، وعقد في الباب الثاني كلاما بصدد هذه المسألة سأتي إليها إن شاء الله. في الباب الأول ذكر القرآن وتعريفه وتعريف القرآن عند الأصوليين وعند المتكلمين، وبين أن القرآن كتاب هداية وإعجاز، وأيضا سأتجاوز عن الكلام عن القرآن العظيم إن شاء الله عند التعليق على كتاب جواهر القرآن للإمام الغزالي،
سنتكلم في الأصول والمتممات والمقاصد والمسائل والوسائل بالتفصيل إن شاء الله. في الباب الثاني الإمام الزرقاني رحمه الله بين الواضع لهذا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عنه الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وعلي وغيرهم ممن شهد التنزيل، كانوا يعلمون المكي والمدني والناسخ والمنسوخ، لكن لم يكن فنا مدونا، وهم الذين أسسوا لهذا العلم. ابن المديني ألف وثم أخذ عنهم التابعون وتلقوا هذه العلوم عن الصحابة رضي الله عنهم، ثم بدأت تظهر بعض المصنفات كابن المديني شيخ البخاري ألف في أسباب النزول، وأبو عبيد ابن السلام ألف في الناسخ والمنسوخ، ووكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة ألف أيضا في هذا العلم. الإمام الشافعي رحمه الله عندما حصلت له الفتنة وجيء به إلى هارون الرشيد وسأله هارون، قال يا شافعي أخبرني عن كتاب الله، قال عن أي كتاب تسأل يا أمير المؤمنين؟ لله كتب كثيرة، الزبور والتوراة والإنجيل. قال أخبرني عن القرآن. قال عن ماذا أخبرك؟ عن العام والخاص، الناسخ والمنسوخ، المدني والمكي. فكانت هذه العلوم معلومة لكن لم تكن مستقلة في التدوين، حتى جاء الإمام الحوفي رحمه الله وألف كتابا، ثم جاء الإمام ابن الجوزي رحمه الله وألف في القرن السادس والسابع ثم جاء أبو شامة والسخاوي، الإمام الحوفي رحمه الله في القرن الخامس، ابن الجوزي في القرن السادس، أبو شامة والسخاوي، ثم جاء في القرن الثامن جلال الدين الزركشي رحمه الله، ثم جاء الإمام البلقيني، ثم جاء جلال الدين السيوطي كما يسمونه فارس هذا الميدان. فكان كتاب الإتقان في علوم القرآن من الكتب المهمة في هذا العلم، هو عبارة عن موسوعة إن شاء الله سأشرحه عندما الله جل جلاله ييسر لنا العزيمة والوقت. في الباب الثالث الإمام الزرقاني رحمه الله بين تنزلات القرآن، تنزله في اللوح المحفوظ وأدلة هذا التنزل، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ثم تنزله إلى السماء الدنيا كما صح عن ابن عباس أنه نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم تنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان منجما، وذكر أدلة التنجيم يعني مفرقا لم ينزل جملة واحدة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وبين الإمام الزرقاني رحمه الله معاني النزول وما يليق بالله سبحانه وتعالى في هذا المعنى. النزول في اللغة الانحطاط من علو إلى سفل، وإما أن يكون بمعنى الحلول، نزل الأمير في المدينة، فقال هذا المعنى الأول لا يليق بالله لأنه يشعر بالتجسيم، والثاني لا ينفصل من الله سبحانه وتعالى كلاما وحل في اللوح المحفوظ، فاختار من المعاني ما هو من باب المجاز بمعنى الإعلام، كما تقول نزل أمر ملكي، فيأتي فلان من الناس فيخبرك بما قاله الملك، فيكون هذا الإنسان واسطة لإعلامك بخبر الملك. فكذلك الأمر، ما ثبت في اللوح المحفوظ، ما ثبت في السماء الدنيا في بيت العزة، ما ثبت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن وسائط إعلامية أخبرتنا مراد الله سبحانه وتعالى. وذكر فوائد تنزلات القرآن، من أهمها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الذين يأتون من بعده وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إنسان إذا عرضته المشاكل وراء هذه الآيات التي تبين ثمرات فضائل الصبر وكيف الله أنجى أهل الإيمان
وكيف أهلك الظالمين، فهذه تثبت الداعية. ثم بيّن كيف الله سبحانه وتعالى أصلح في الأمم الأهم العقيدة أولا، ثم كيف تدرج بهم في السلوك والعبادات، وذكر حكما ولها أوجه كثيرة، هذه من أهمها. ثم في الباب الرابع ذكر الإمام الزرقاني أول ما نزل وآخر ما نزل، وفي هذا المبحث بيّن بعض الاختلافات ورجح كلام أهل العلم أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأن آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وذكر فوائد هذه المعرفة، يعرف به الناسخ والمنسوخ، سياسة الله سبحانه وتعالى في التشريع الإسلامي كيف ترقى بهذه الأمم. في الباب الخامس ذكر أسباب النزول، السبب في اللغة شيء يوصل إلى شيء، وكلمة سبب مع كلمة نزول هذا المركب الإضافي صار علما على هذا العلم، وتعريفه في الإصطلاح هو معرفة سبب نزول الآية أو الآيات في أيام وقوعها، إما أن تتحدث عن شيء معين أو تبين حكم معين، ونزول الآية مخبرة عن أو مبينة لحكم في أيام وقوعها. وبين أن أسباب النزول توقيفي لا يقال فيه بالرأي أظن أن الآية نزلت في كذا، بل لا يقال فيه إلا بما ثبت، وعند التعارض يرجح الفقيه من جهة الأسانيد من جهة الرواة الخبر المحتف بالقرائن أن هذا نزلت الآية بسبب كذا. ممكن تنزل آيات في سبب واحد، وممكن أن تكون هناك أسباب متعددة وتنزل آية لهذه الأسباب. وبين مسألة مهمة وفيها خلاف، والراجح فيها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني حدثت حادثة نزلت آية من الله سبحانه وتعالى بيّنت حكم هذه الحادثة، فلا يكون الحكم خاصا بالحادثة، بل يكون الحكم عاما في أي حادثة تشترك في هذه الحادثة في العلة. فوائد معرفة أسباب النزول ذكر فوائد كثيرة، منها فهم الآيات، ومنها دفع توهم العموم كما حصل مع عبد الملك بن مروان رضي الله عنه أو رحمه الله، أنه فهم من هذه الآية ولا تحسبن الذين يفرحون بما يحمدوا، فقال وأينا يفرحون ولا تحسبن الذين يفرحون، نسيت الآية، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فقال إذن هلكنا، فقال له ابن عباس هذه الآية نزلت في أهل الكتاب لها سبب خاص فلا تعمم على الجميع ولها علة خاصة. فإذن أسباب النزول تعريفها وفوائد معرفة أسباب النزول والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإلى الباب السادس أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على سبعة أحرف، ودليله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف. وسبب تنزل القرآن على سبعة أحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل عليه جبريل القرآن بحرف واحد قال يا دعا الله سبحانه وتعالى، قال يا رب إن من أمتي الشيخ والشيخة، يعني كانت لهم قراءة معينة، فإذا نزل القرآن بحرف واحد فيجبر هذا الشيخ والشيخة أن يقرأوا بلهجة غير
لهجتهم فيشق عليهم قراءة القرآن، فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على سبعة أحرف. هذا سبب من الأسباب وفائدة من الفوائد، التيسير ومن الحكمة الإلهية، وأيضا إظهار الإعجاز في كلام الله سبحانه وتعالى، كيف جمع من لغات العرب ما جمع ومن لهجاتهم. وبين الزرقاني رحمه الله الأحرف، أوجه الأحرف السبعة، معتمدا على ما رجحه الإمام الفخر الرازي رحمه الله. فالوجه الأول منهما يكون باب الإفراد والتثنية والتجمع والتذكير والتأنيث، كما جاء في آية والذين هم لأماناتهم، وفي آية أخرى جاءت في نفس الآية جاءت بقراءة أخرى والذين هم لأمانتهم، إفراد وجمع. الوجه الثاني باب اختلاف وجوه الإعراب، كما قال تبارك وتعالى ذو العرش المجيد، المجيد معطوف على العرش، وفي قراءة ذو العرش المجيد، المجيد معطوف على ذو صاحب العرش. وكل هذه الاختلافات لها أوجه بلاغية بيّنها العلماء، الذي يراجع ويتابع يعلم الأسرار والحكم وعظمة هذا القرآن العظيم. ومن الوجوه، الوجه الثالث هو باب تصريف الأفعال، ربنا باعد بين أسفارنا، فعل أمر. لكن إذا هذا الأمر كان في حق الله يقال فعل دعاء، ربنا باعد، وفي قراءة أخرى ربنا بعد بين أسفارنا، فجاءت خبر أن الله بعد بين أسفارهم. والوجه الرابع هو باب الحذف والزيادة، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، وجاءت قراءة وخلق الذكر والأنثى. والباب الخامس الإبدال، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وانظر إلى العظام كيف ننشرها. الكلمة على ما هي لكن تغير اللفظ والتنقيض. الباب السادس باب اختلاف اللغات، يعني اللهجات، موسى موسي. فإذا هذه الأوجه التي بيّنها الإمام الفخر الرازي، باب الجمع والإفراد والتذكرة والتأنيث، باب اختلاف وجوه الإعراب، تصريف الأفعال، الحذف والزيادة، باب الإبدال، باب اختلاف اللهجات، وبقيت واحدة يعني غابت عن ذهني، إن شاء الله أني سأتذكرها. هذا الباب انتهى. إذن عرف حكمة الشارع في اختلاف الأحرف وبين الأوجه. في الباب السابع تكلم عن المكي والمدني. المكي المعتمد ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. وطرق معرفة المكي والمدني كما قلنا في أسباب النزول، التوقيف، الأخبار الصحيحة. وبين أن هناك أنواع السور منها مكي، يا أيها المدثر، كلها نزلت في مكة، ومنها مدني كسورة الأحزاب، ومنها مكي وفيه آيات مدنية، وكل هذا له حكم بينها العلماء. واسأل القرية، هذه مدنية في سورة الأعراف، وسورة الحج مدنية إلا آيات فيها أربع مكية، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، هذه مكية في سورة الحج. وذكر ضوابط معرفة المكي والمدني. الضابط الأول، كل سورة وردت فيها كلمة كلا هذه مكية،
كل سورة فيها سجدة مكية، كل سورة فيها يا أيها الناس مكية إلا بعض السور، كل سورة فيها قصة آدم وإبليس مكية إلا مثلا مثل سورة البقرة إلا ما استثني وبينه العلماء، كل سورة فيها قصص الأنبياء فهي مكية إلا ما استثني. إذن كلا، كل سورة فيها فواتح السور ألف لام ميم ألف لام راء إلا ما استثني كسورة البقرة وآل عمران. والضابط السابع في معرفة المكي، قال ابن مسعود: لبثنا حجج لا نقرأ في مكة إلا المفصل. المفصل من عند الحجرات، لكن في بعض الصور بينها العلماء أنها مدنية، لكن غالب المفصل أنه مكي. ضوابط معرفة المدني: أولا السور التي فيها فرائض وحدود مدنية، السور التي فيها ذكر الجهاد مدنية، السور التي فيها ذكر المنافقين إلا سورة العنكبوت، لأن في مكة لم يكن فيها النفاق، من يقول أنا مسلم يضرب يهان، لكن في المدينة صار هناك عزة وغنائم، فصار الإنسان يقول أنا مسلم وفي الداخل يبطن الكفر. فجاء الآن الخطاب من الله سبحانه وتعالى يفضح هؤلاء الناس. ومن السور اختلف فيها العلماء، وبدأ العلماء يجتهدون ويرجحون هذا مكي وهذا مدني، والذي يقرأ في هذا المبحث يرى يعني جهود العلماء جزاهم الله ألف خير في هذا الباب. فوائد معرفة المكي كفوائد معرفة أسباب النزول وأول ما نزل وآخر ما نزل، من الناسخ والمنسوخ، تربية الأمم، كيف الله سبحانه وتعالى رب الأمة على العقيدة الصحيحة، ثم جاءوا إلى المدينة فرض عليهم العبادات، عقيدة سليمة تصبح العبادة سليمة، عقيدة سليمة تصبح المعاملات سليمة، عقيدة فاسدة تصبح المعاملات والعبادات فاسدة. في الباب الثامن، هذا باب طويل، مختصر هذا الباب: كيف حفظ القرآن؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن محفوظا في الصدور، وكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في سعف النخل وعلى الحجارة وعلى الجلود، وكان متفرقا عند الصحابة رضي الله عنهم. وعندما قتل ما قتل من الصحابة في معركة اليمامة، وجاء عمر صاحب هذه الفكرة إلى أبي بكر وحثه على أن يجمع القرآن حتى لا يضيع، وجاء أبو بكر إلى زيد ورغبه، والذي يقرأ في هذه القصة يعلمها بالتفصيل. وبدأ زيد بن ثابت، لأنه هو من الحفاظ ومن الذين شهدوا العرض الأخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهجوا لهجا في كتابة المصحف حتى لا يدخل عليه الزلل والخطأ، وهذا كله توفيق من الله. فجمعوا المصحف في صحف الجلد وجمعوها ووضعوها عند حفصة رضي الله عنها. في زمن عثمان، عندما حصل الخلاف، جاء عثمان رضي الله عنه بهذه الصحف التي جمعوها وجعلها بين دفتين، ونسخ منها نسخ ستة، بقيت عنده نسخة، وأرسل خمس نسخ إلى البلاد والعواصم الإسلامية. فإذا صار عندي جمع القرآن في زمن النبي في الصحف ومتفرقا في السعف والحجارة، جمع في زمن أبي بكر في صحف الجلد، جمع في زمن عثمان رضي الله عنه بين دفتين. في الباب الذي يلي هذا الباب، الرسم العثماني، يعني كتابة المصحف، الذي عليه العلماء أن الرسم توقيفي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يكتبون في زمن النبي، لكن في بعض المواقع كان يكتب الكتاب بلهجاتهم من الأوجه العربية. فعندما اختلف زيد مع القرشيين، كان جهد عثمان أن ما اختلفتم فيه اكتبوه بلغة قريش، لأنه نزل بلغتهم، مثل كلمة التابوت عند القرشيين بالتاء المفتوح،
وعند المدنيين التابوه، فعثمان قال اكتبوها بلغة قريش. في الباب التاسع والعاشر تكلم عن السورة والآية. السورة مصدر سماعي لقراءة، وفي الاصطلاح هي طائفة من الآيات ذات مطلع ومقطع. وسور القرآن الكريم لها أسماء ولها أعداد، 114 سورة، منها مكي ومنها مدني. وهذه السور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قسمها إلى 4 أقسام، قال: أعطيت مكان التوراة 7 الطول، وأعطيت مكان الإنجيل المعين أي السور التي أعداد الآيات فيها 100 وزيادة، وأعطيت مكان الزبور المثاني أي الآيات السور التي تقل آياتها عن 100، وفضلت بالمفصل من الحجرات إلى آخر القرآن. فهذه أقسام السور وأعدادها وأسماؤها معلومة، مكيها ومدنيها. والآية في اللغة العلامة، وإن آية ملكي، وفي الاصطلاح جزء من السورة بين مفصولة عما قبلها وما بعدها. وترتيب السور توقيفي، ترتيب الآيات توقيفي، كتابة المصحف توقيفية. فرق العلماء بين الرسم العثماني والضوابط، يعني هذا الإعجام لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلامات التي جعلها العلماء جزاهم الخير تيسيرا على طلبة العلم وعلى أهل القرآن. والرسم العثماني الإملاء، الرسم العثماني يخالف الإملاء الذي عليه الناس، وهذا ما يميز القرآن عن غيره. والعلماء رجحوا أنه لا يجوز أن يكتب المصحف بغير الرسم العثماني لأنه إعجاز، وحتى في قواعده معجزة. وذكروا أن هذه القواعد 6 قواعد. القاعدة الأولى قاعدة الحذف، ياء النداء عليها ألف لا تكتب ألف ممدودة بل خنجرية، الرحمن ألف خنجرية، يستوون واو واحدة، الليل تحذف منها اللام، الألف والواو واللام والياء، هذه قاعدة الحذف. قاعدة الزيادة، كل اسم جمع أو له حكم الجمع كملاقه تكتب بعد الواو ألف، أو له حكم الجمع بنو تكتب ألف إسرائيل. وقاعدة الهمز، كل همزة ساكنة تكتب بحركة ما قبلها، إئذن لي تكتب على كرسي الهمزة، أؤتمن تكتب على واو الهمزة، البأساء على ألف. والقاعدة الرابعة قاعدة البدل، تكتب الصلاة الزكاة تبدل الألف واو، هذا للتفخيم. والخامسة والسادسة في الفصل والوصل، هذا باب شائك، أن ولا توصل وتفصل إلا في 10 مواضع، عما توصل إلا بما استثني من العلماء، يعني تكتب من القرآن ما يكتب عن ما ومنه موصول، فتوصل إلا ما استثني، بعض المواضع تكتب مفصولة، كلما منها مفصول كل وما لوحدها، ومنها موصول كلما مما من. فهذه القواعد 6 في زمن عثمان رضي الله عنه. الله المستعان، الإنسان معلومات كثيرة، في بعض الأحيان ممكن ينسى شيء، اللهم ذكرنا ما نسينا. والباب الأخير ذكر القراءات، القراءات جمع قراءة. أنا ترى في تعريف السورة أخطأت، تعريف السورة هي المنزلة، مأخوذة من سور المدينة لأنه يكون منزلة بعد منزلة، أخطأت عندما قلت مصدر سماعي، اللهم ذكرني ما نسيت.
القراءة جمع، القراءة جمع قراءة، والقراءة مصدر سماعي لقراءة. والقراء أول من قرأ بهذه القراءات النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عنه الصحابة الكبار كابن عباس وابن مسعود وأبي وعلي رضي الله عنه وعثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وابن عباس أخذ عنه أصحابه كعكرمة ومجاهد وغيرهم، وأبي أخذ عنه أصحابه في المدينة وفي الكوفة والبصرة أخذ عنهم أصحابهم، ثم جاء القراء المعروفون الآن العشرة، نافع من المدينة وأبو جعفر ابن كثير المكي، ابن عامر الدمشقي، أبو عمرو البصري، وحفص وحمزة والكسائي، هؤلاء من الكوفة، وخلف البغدادي، قراء العشرة المعروفون لهم تراجم، ومن قرأ في تراجمهم ورأى يعني ما كتب العلماء عنهم وعن جهودهم في حفظ هذا الكتاب العظيم. للقراءة أركان، إذا تعريف القراءة، القراء للقراءة أركان، أركان هذه القراءة حتى تقبل أن تتصل، أن يتصل السند، ولا يكفي في هذا السند أن يكون أقل من المشهور والمستفيض متواتر، أما إن صحت سندها بطريق الآحاد أقل من الشهرة والاستفاضة والتواتر لا تقبل، وإن وافقت وجهة من أوجه العربية والرسم العثماني كقراءة الحسن البصري والشنبوذي واليزيد واليحصن، على جلالة هؤلاء، لكن هذه قراءتهم شاذة ولا يقرأ فيها بالصلاة. أما قراءة العشرة الآن متواترة عند الأمة الإسلامية، انتهى الجزء الأول من كتاب الإمام الزرقاني رحمه الله على ما أذكر، وفي الجزء الثاني بدأ بالتفسير والمفسرون. التفسير معناه التبيين والإيضاح في اللغة، وفي الشرع هو مبحث وعلم يبحث في القرآن من حيث دلالته على مراد الله بحسب الطاقة البشرية، لأن من العلوم من يبحث في علوم القرآن من حيث قراءته كالقراءة، من حيث أحكامه، أما هذا التفسير من حيث دلالته. المفسر تعريفه من شارك بالتفسير، إما حقيقة تلك آلة الاجتهاد وفسر، وإما أن يكون مجازا قال له مفسر نقال يذكر أقوال المفسرين. وشروط المفسر أن يكون عنده الملكة، إنسان يكون يعني نبيه وملكة الاستنباط، أن يكون عالما بالعربية نحوها وصرفها وبلاغتها، أن يكون عالما بالأحكام العقلية للتعلق بمباحث العقائد أصول الفقه بالفقه، وغير ذلك من الشروط التي اشترطها العلماء. والذي كان يفسر القرآن النبي صلى الله عليه وسلم فيما غمض على الصحابة، قالوا يا رسول الله كلنا أهلكنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا أينا لا يظلم نفسه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المقصود بالظلم هنا الشرك الأكبر، وإن الشرك لظلم عظيم. فكان في كل زمان ما يغمض على الناس والإشكالات التي تقع فيها الناس من جهة اللغة أو الفقه أو العقائد، يؤلف العلماء التفسير حلا لهذا الغموض والإشكال الذي حصل عند الناس. وأول من ألف في التفسير وجمع أشتات الناس ابن جرير. تجاوزت نقطة أن المفسرين في مكة ابن عباس وأصحابه كعكرمة ومجاهد وعطاء وسعيد، وفي المدينة أبي رضي الله عنه ومن أخذ عنه، وفي الكوفة ابن مسعود ومن أخذ عنه، ثم جاء التابعون كبار التابعين في التفسير، لكن أول من جمع أشتات الناس وألف تفسيرا عظيما ويقال له شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، تفسيره بالمأثور أي ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وابن ماجه رحمه الله له تفسير، في تفسير كانت لوكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة وغيرهم، لكن لم يصل منها شيء، وكان دائما التفسير في كتب الحديث، ثم استقل
فصار عندنا التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. الرأي مقصود به الاجتهاد، كتفسير الجلالين وتفسير البيضاوي وتفسير الفخر الرازي وتفسير الطاهر بن عاشور وغيرهم. وذكر تفسير الشيعة، وذكر تفسير الصوفية، وذكر تفسير المعتزلة، وذكر أقسام التفسير. تفسير إما أن يكون موضوعيا، يعني يأتي المفسر إلى موضوع من القرآن كالعقيدة أو الصبر ويستقرئه ويأتي بالآيات والأحاديث ويؤلف تفسير خاص بهذا الموضوع. وإما أن يكون تحليليا، يحلل الكلمة والكلمة التي تليها ويجمع هذه الكلمات والآية التي قبلها وما بعدها، وهذا غالب التفسير كتفسير البيضاوي والفخر الرازي رحمه الله وغيرهم. وإما أن يكون التفسير إجمالي، يذكر معنى الآية الإجمالي دون أن يخل بالمقاصد العامة ولا يتدخل في المعاني الدقيقة. فإذا المهم في هذا الباب أن الإنسان المسلم إذا أراد أن يفسر يعلم شروط المفسر، أو أراد أن يعرف تفسير آية يرجع إلى التفسير المعتبرة. والتفسير الآية المعتبرة عند الأمة الإسلامية كما جاء في تفسير فقه كالإمام القرطبي، في تفسير العقائد الإمام الفخر الرازي رحمه الله، التحرير والتنوير لابن عاشور، تفسير ابن ماثور ابن جرير الطبري. وهؤلاء يتكلمون في شتى العلوم لكن كانوا يركزون على معاني معينة، كتفسير ابن حيان الأندلسي في النحو والبلاغة، وتفسير الإمام النسفي رحمه الله. يعني الإنسان يسأل أي تفسير يراجع، ولا يتكلم بكتاب الله سبحانه وتعالى من باب الرأي والهوى. في الباب الذي يلي هذا الباب، باب ترجمة القرآن، هذا مبحث طويل وشائك، سأختصر منه على الخلاصة. الترجمة من معانيها نقل الكلام من لغة إلى لغة، أو تفسير الكلام في نفس اللغة، لهذا يقال لابن عباس ترجمان القرآن. وفي العرف نقل الكلام من نقل معاني الكلام من لغة إلى لغة أخرى، وقالوا هذا المترجم له شروط: أن يكون عالما بخصائص اللغتين، وأن يكون عالما بالشروط التي ذكرت في باب المفسر وفي أول القرآن، لأنه يريد أن ينقل المعاني. فالمترجم له شروط، لكن هل يترجم ترجمة حرفية أم تفسيرية؟ العلماء أجازوا فقط تبليغ ألفاظ القرآن، يعني إنسان يذهب إلى قوم لا يعلمون العربية فيقول لهم الله واحد، الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، ويجوز في حقه فعل كل ممكن، وأرسل الأنبياء ولهم ويجب لهم واجبات ويستحيل عليهم مستحيلات وفي حقه ممكنات، ويتكلم معهم عن البحث، يبلغهم مقاصد القرآن والأحكام التي تجب عليهم من الفقه والسلوك وإلى ما يتبع ذلك وما عليه من الوسائل كالدعوة والجهاد. هذا الذي أجازه العلماء، والذي يقرأ في هذا الباب يعني يقرأ كلام عميق وبحوث صعبة. أما الترجمة الحرفية، أن يأتي إنسان في لغة العرب ويبين معاني كلام الله ويركبها تركيبا إعجازيا، فهذا يستحيل، لا في لغة العرب ولا في لغة غير العرب، لأن القرآن معجز. بالمعنى الحرفي، أن يأتي إلى أن يقيم حروفا ضمن هذا الإعجاز، يستحيل. فإذا ترجمة بمعنى تبليغ ألفاظ القرآن، تفسيره وبيانه، هذا ما أجازه العلماء. في الباب الثالث من الجزء الثاني تكلم عن الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة معناه الإزالة، وفي الشرع هذا تعريف مختصر: نسخ حكم شرعي بحكم شرعي آخر. ولا يجوز أن نقول هذه الآية ناسخة لهذه الآية إلا بشروط: ألا تكون في باب الأخبار والعقائد،
لأنه لا يجوز في العقيدة أن نقول الله واحد، ثم جاءت آيات نسخت هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى الآن اثنان، أو يقول الله سبحانه وتعالى في آية أرسل نوحا وفي آية أخرى لم يرسل نوح. هذا لا يجوز، لا يكون نسخ في العقائد ولا في الأخبار. الشرط الثاني أن يكون النسخ بحكم شرعي لا بمجرد الرأي. والشرط الثالث أن يكون هناك تعارض حقيقي، ليس من باب اختلاف التنوع أو من باب التعارض الذي يكون عام وخاص، أو تعارض يكون باب المطلق والمقيد. والشرط الرابع أن يكون بينهما تعارض حقيقي. إذن أول شيء شرط لا يكون في العقائد والأخبار أن ينسخ بحكم شرعي، أن يكون هناك تعارض حقيقي ولا يكون التعارض باب اختلاف التنوع والتخصيص والتقييد. ومن سور ومن الآيات ما هو ناسخ، ومن الآيات ما هو منسوخ، ومن السور ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، ومن السور فيها ناسخ ومن السور فيها ناسخ ومنسوخ، ومن السور فيها الناسخ ومن السور فيها المنسوخ. ومن النسخ ما يكون نسخ الله فيه الحكم وبقي الرسم، كآيات المعتدة نسخت العدة من سنة إلى 4 أشهر و10، أو ينسخ الرسم ويبقى الحكم، والشيخة والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة، هذه كانت آية الله سبحانه وتعالى أزالها من القرآن لحكمة. النسخ له حكم كثيرة، من الابتلاء والاختبار تشديدا وتخفيفا، وتربية الأمم على شيء وأخذ منهم شيء وإعطاهم شيء آخر. والنسخ إما أن يكون إلى بدل، كما الله سبحانه وتعالى أزال حكم الصلاة إلى بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وإما أن يكون إلى غير بدل. يا أيها الذين آمنوا قدموا بين يدي نجواكم صدقة، الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقدم صدقة. فهذه نسخة الآية، فإن لم تجدوا فلم ينسخ هناك بدل هذه بدل هذا الحكم حكما آخر. وإما أن يكون إلى تشديد، الذي كان شيخ ويصوم ويتعب من الصيام لكن يستطيع أن يصوم دون ضرر، قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لكن نزلت الآية للتشديد، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إذا لم يتضرر. أما الذي يصوم ويبدأ يعجز هذا الصوم مع المشقة الشديدة، هذا يفطر، لأن المشقة تجلب التيسير. وإما أن يكون النسخ إلى تخفيف في القتال، فأن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الله ابتلاهم سبحانه وتعالى، كل واحد يقاتل 10، ثم قال الآن خفف الله عنكم، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فالله قال للصحابة يكون الابتلاء في المعارك، كل رجل منكم يقاتل 2. والنسخ عندنا جائز عقلا ثابت شرعا، وذكر الخلاف بيننا وبين اليهود وبيننا وبين المخالفين، ورجح هذا المعنى، أتجاوزه إن شاء الله أيضا للاختصار. وهذا ما حضرني في باب النسخ. والنسخ إما أن يكون فينسخ القرآن، ينسخ القرآن السنة، تنسخ السنة المتواترة المتواتر من السنة، وتنسخ السنة الآحاد، لكن لا ينسخ الآحاد السنة. الشافعي، هذا مذهب الشافعي رحمه الله، الآحاد كان الشافعي يقول باب النسخ الذي دلت عليه السنة. وذكر أقوال جمهور العلماء أن النسخ يقع، وأيضا عند الشافعي رحمه الله أن السنة لا تنسخ الكتاب، السنة لا تنسخ الكتاب، لا تنسخ القرآن، القرآن ينسخ السنة. ثم جاء باب المحكم والمتشابه، وهذا باب شائك وصعب جدا. المحكم في اللغة المتقن، وفي الشرع ما وضح معناه. المتشابه
المتماثل، وفي اللغة ما خفي معناه، والمحكم بالمعنى الأدق الذي ليس له ناسخ ولا مخصص ولا مقيد. والذي يقرأ في أصول الفقه باب الواضح من الدلالة النص والظاهر والمفسر، المحكم له خصائص تختلف عن النص والظاهر والمفسر. والمتشابه بيّن فيه باب مهم، قال: وقسمه على ثلاثة أقسام، إما أن يكون التشابه من جهة اللفظ كما قال تبارك وتعالى: وفاكهة وأبا. ما معنى الأب؟ هذا غريب، نرجع اللغة فنفهم معنى الأب، ترجع إلى جهة الغرابة الاشتباه. وإما أن يكون التشابه من جهة الاشتراك، ضربا باليمين في قصة إبراهيم، فراغ عليها ضربا باليمين، اليمين اليد أم اليمين اليمين الذي حلفه، أم بيديه الثنتين كناية عن القوة، فيرجح هذا من باب المتشابه. ما هو هذا المتشابه؟ المشترك. وإما أن يكون باب الإيجاز الاختصار، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. ما معنى هذه الآية إذا بسطناها؟ وإن خفتم إذا نكحتم اليتامى أن لا تعدلوا فتأثمون فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فعند البسط يفهم المعنى. ومنها ما يكون فيه الإطناب كما قال: ليس كمثلي شيء. فهذه الكاف القاصر فهمه عن هذه اللغة يقول: ليس مثلي شيء، لا يفهم. وهذه الكاف يعني لماذا جاءت في الجملة؟ لكن هذا الإطناب له دقائق وأسرار لا يفهمها إلا أصحاب العقول المليئة بالعلم والراقية. وإما أن يكون التشابه من جهة المعنى كآيات الصفات التي اختلفت عند المسلمين مفاهيمهم، فمنهم من حملها على التسليم، ومنهم من فهم أن هذه المعاني التسليمية لا تليق بالله ولا يليق به التعطيل، فأخذوا مذهب الوسط الذين هم الأشاعرة والماتريدية. فكان الاشتباه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. وإما أن يكون الاشتباه من جهة اللفظ والمعنى جميعا كما قال تبارك وتعالى: وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها. لا نفهم معنى هذه الآية ولو بسطناها. وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها إذا كنتم محرمين بحج أو عمرة، أيضا لو بسطناها لا يزول الإشكال إلا بفهم عادة العرب أنهم كانوا يحفظون البيوت ويأتونها من ظهورها في الحج والإحرام. فذكر فوائد معرفة المحكم المتشابه، ذكر فيه كلاما طويلا. من هذه الفوائد أن الناس يتسابقون في الاجتهاد في معرفة المتشابه، لأن الشيء المحكم لا يتسابق فيه الناس. منها أن القرآن جاء ليعجز الناس بألفاظه أن يأتوا بمثله، فالذي جهل عن لسان العرب وعن الأحكام العقلية ولم يدرس في علوم مثل أصول الفقه والحديث يبدأ الآن يعجز عن فهم هذا المعنى، فهذا التقصير من الناس. وأيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى في المتشابه أن بعض الناس يصعب عليهم فهم إله ليس بجسم وليس في جهة وليس له حد وليس له مكان، فيقرؤون القرآن ويؤمنون بالله سبحانه وتعالى أنه ليس كمثله شيء، والعلماء هم الذين يفهمون هذه المعاني الدقيقة من الآيات الأخرى والمحكمات. والقرآن منه آيات محكمات، المحكم كثير في القرآن والمتشابه قليل، وأخر متشابهات هذا من جموع القلة. وإذا قلنا كتاب أحكمت آياته، الإحكام يكون من جهة القرآن كله محكم متقن آياته. وإذا قلنا أنزل عليك الكتاب متشابها مثاني أي يشبه بعضه بعضا في الحق وفي الإتقان. ثم في الباب الرابع بيّن
أساليب القرآن. الأسلوب هو طريق، وفي الإصطلاح طريق من طرق الكلام التي يأتي بها الأديب أو المتكلم يمايز بها غيره. وبين أساليب القرآن كيف أرضت العامة والخاصة، هناك معاني للخواص وأهل العلوم ومعاني للعوام الذين لا يحبون الاشتغال في العلم، وأرضاه للعقل في القواعد العلمية والأحكام العقلية والمنطقية والعاطفة، الآيات التي فيها ترغيب وترهيب وتشويق وتخويف. كيف جمع بين الإجمال والتبيين؟ كيف جمع بين الأسلوب الأدبي؟ لأن دائما الشعراء لهم كلام وليس لهذا الكلام معنى، والعلماء عندهم كلام عظيم لكن ليس فيه ليونة، يكون شديد. فالقرآن جمع بين الأسلوب الأدبي والعلمي. في الباب الأخير ذكر باب الإعجاز ومعجزات القرآن، إن شاء الله في شرح كتاب جواهر القرآن للإمام الغزالي رحمه الله سأتكلم عن هذا الباب كلاما مفصلا. لكن الإعجاز من العجز، والقرآن أعجز غيره من العجز من التأخر. والقرآن عندما أعجز غيره أو فلان أعجز فلان، أي تأخر عن مجاراته وتأخر عنه بشيء من الأشياء. والقرآن له إعجاز لغوي، إعجاز تشريعي، إعجاز عددي، إعجاز علمي، معجزاته كثيرة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. لكن الذي ذكره الإمام رحمه الله الباقلاني في كتابه أن الوجوه الثلاثة المعجزة الرئيسية، ذكره السابقين وذكر اللاحقين وفصاحته وجزالته. والتفصيل في هذا الباب خصوصا سيكون إن شاء الله في جواهر القرآن للإمام الغزالي. وخلاصة هذا الكلام يجب على من يسمع كلام العلماء جزاهم الله خيرا، نحن ننقل ما سمعناه من العلماء، وفي بعض الأحيان يمكن أن نخطأ، أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتكلم بكتاب الله ولا عن كتاب الله إلا بما يليق، وتعظيم هذا المصحف العظيم، وصرف الهمة والفكر والعزيمة بخدمة كتاب الله جل جلاله، خدمة الإسلام العظيم، وبيان ما جاء من هذه المقاصد العظيمة في القرآن العظيم الذي فيه الهداية للناس والنجاة في الدنيا والآخرة. وجزاكم الله ألف خير وأكرمكم الله.